موظفون في حكومة حماس السابقة ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة خلال انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية لتجديد مطالبهم بصرف رواتبهم أسوة بنظرائهم في حكومة رام الله سابقا. أبنائنا، أزواجنا، أبائنا، أمهاتنا ينتظرون هذا الراتب الذي نحن بحاجة له، فلذلك نطلب من حكومة الوفاق الوطني الأخ رامي الحمد الله أن يقوموا بصرف رواتب موظفي غزة أسوة بموظفي رام الله. اللافتات التي حملت في الوقفة الاحتجاجية تعكس حجم المعاناة التي يواجهها هؤلاء في تدبير شؤون حياتهم اليومية جراء عدم استلام رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، بينما كانوا يستلمون سلفا شهرية خلال الأشهر الثمانية الماضية. نطالب الجميع بإخراجنا، سواء كانت الحكومة الحالية بقيادة الدكتور رامي الحمد الله أو الحكومة السابقة في غزة وقيادة حركة حماس، جميع الأطراف نطالبهم بإخراجنا من المناكفات السياسية وصرف لنا رواتبنا، حتى لأننا مقبلين على شهر فضيل، شهر رمضان الكريم، من حقي أن أتلقى راتب على رأس كل شهر أعمل فيه. اجتماع الحكومة الأسبوعي لم يتطرق إلى قضية رواتب موظفي غزة، بينما أعلن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله مؤخرا أن حكومته لن تستطيع دفع رواتب من وظفوا بعد الانقسام. الموظفون من جانبهم لم ولن يتوقفوا عن المطالبة برواتبهم عبر وسائل احتجاجية ستتصاعد خلال الأيام القليلة المقبلة. يجب أن يستفيد جميع المواطنين الفلسطينيين من هذه المصالحة، يجب أن يشعر الجميع بالأمان الوظيفي. أما أن تقوم هذه الحكومة بالتفرقة بين موظف رام الله وموظف غزة وتبدأ في تصنيفهم إلى أصناف وأشكال وتتحدث عن لجان سيستمد عملها إلى 4 أو 6 أشهر ربما إلى سنة أو أكثر، فهذا مرفوض. لذلك نحن مستمرين في الخطوات. هذا الأسبوع كان لدينا عدد من الاعتصامات، الأسبوع القادم ستكون خطوات تصعيدية حتى تستجيب هذه الحكومة. وأنا أؤكد لجميع زملائي ولجميع المستمعين المشاهدين أن الحكومة ستستجيب لمطالبكم إن آجلا أو عاجلا. الأزمة العالقة لموظفي غزة تضاف إلى أزمات ومشاكل أخرى كانقطاع الكهرباء المنتظر بعد ساعات واستمرار إغلاق معبر رفح، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء عبر المعابر مع الاحتلال. غزة التي دفعت ثمنا قاسيا للانقسام ما تزال بعيدة عن الاستفادة من المصالحة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما أزمة الرواتب الراهنة فيعتبرها البعض نموذجا مصغرا لضعف أداء حكومة التوافق. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.